السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 90 دقيقة نار، كأس العالم يا أبطال. منتخب مصر بيواجه منتخب السنغال في داكار بعد مباراة انتهى شوطها الأول هنا، أو مواجهة انتهى شوطها الأول هنا في القاهرة بهدف نظيف سجله محمد صلاح، ومباراة العودة في داكار مباراة نارية، مباراة ليلة الامتحان للجيل ده، مباراة الحسم. مصر هتصعد على حساب السنغال، ولا السنغال لا قدر الله عندها رأي آخر وهي اللي هتذهب إلى قطر. حلقة النهاردة هتدور عن فرص وحظوظ وأمال المنتخب المصري، وإزاي هيلعب المنتخب المصري مباراة النهاردة أمام السنغال في داكار. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ، اتنزل دلوقتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. في الأول كده منتخبنا بيكسب هنا السنغال في مباراة استحوذ عليها السنغال تقريبا ال90 دقيقة، كان الاستحواذ رايح لمنتخب السنغال، ولكن احنا تمكنا في الدقيقة الثالثة من تسجيل هدف عن طريق محمد صلاح علشان المباراة تتقلب بعد كده لسيطرة تامة وهجوم لمنتخب السنغال لمحاولة التعويض وهجمات مرتدة على استحياء كده من لعيبة منتخب مصر. طبعا كان نفسنا اننا نسجل الهدف الثاني هنا في مصر عشان يأمننا اكتر ويطمننا اكتر، ولكن ما تمكناش من كده، ولكن تمكنا من الحفاظ على نظافة شباكنا. المجمل ان منتخب مصر، او الاهم ان منتخب مصر طلع هنا بشباك نظيفه. طيب احصائيه كده بنقول ان نهائي بطوله الامم الافريقيه 90 دقيقه وال30 دقيقه اللي اتحسبوا الشوطين الاضافيين المنتخب المصري طلع فيهم بشباك نظيفه، وده اختبار كنا مجهدين فيه، ولكن هنبص له لان طبعا احنا هنواجههم تاني في ارض غير ارضنا وفي ملعب غير ملعبنا، فطبعا ممكن نشوف ملعب الكاميرون بنفس الصوره، ولكن هناك هيبقى فيه الجمهور هيبقى مالي الاستاد، ودي الحاجه اللي هترجح كفتهم على كفه المنتخب المصري او الفيصل في مباراه بكره ان شاء الله او مباراه النهارده ان شاء الله. حته الجمهور هي دي اللي هتبقى زياده عن المباراه النهائيه. لعبنا 120 دقيقه ما دخلش فينا هدف، لعبنا كمان 90 دقيقه هنا ما قدروش ان هم يسجلوا في مرمانا، ولكن نتمنى ان شاء الله ان مباراه بكره ما يبقاش فيها تسجيل اهداف لا هنا ولا هنا، ونطلع بشباك نظيف احنا الاثنين ومنتخبنا يصعد كاس العالم. طبعا سيناريو صعب، السنغال اللي كانت بتضغط عليك هنا من اول 10 دقائق ضغط عالي عشان تسجل فيك التعادل، ما بالك بقى هتعمل ايه هناك قدام جمهورها وفي ملعبها وفي وسط ارضها وهي خسرانه منك ومتاخره عليك بهدف هنا في القاهره. هيبقى في ضغط عالي، هيبقى في كميه جري كبيره جدا هتشوفها بكره من مباراه السنغال ومن لعيبه السنغال. كمان في تغييرات هتحصل في تشكيله منتخب السنغال، يعني المهاجم اللي كان بيلعب هنا 100% مش هيلعب، في تغيير كمان في نص الملعب برضه ممكن يكون موجود. المقبل ان احنا منتخبنا هنتكلم عن التشكيله بتاعه منتخب مصر اللي هتبدا بعد غياب الونش وعبد المنعم، فالاختيار امامك بعد ضم ربيعه وكمان علي جبر هيكون كالتالي: في حراسه المرمى الشناوي، خط الدفاع عمر كمال او عمر جابر، اي عمر فيهم ان شاء الله هيكون هيسد وهيكون راجل في ارض الملعب، جنب منه ياسر ابراهيم وعلي جبر. ليه علي جبر؟ علشان الاطوال، وعلشان ممكن تستغل ان علي جبر وياسر ابراهيم مميزين جدا في الكرات الثابته اللي لينا بخلاف اللي علينا، فممكن يخطفوا لك كوره، وطبعا علي جبر مميز جدا وياسر ابراهيم هو كمان مميز جدا، فممكن تخطف من كورنر هدف عن طريق الاثنين دول. كمان الباك الشمال فتوح وممكن تقفلها ضربه ومفتاح وتلعب بايمن اشرف هو الباك الشمال، وتبقى انت كده بتلعب جيم دفاعي بحت، واعتقد ان هو مش هيلجأ للاختيار ده ويخلي ايمن اشرف بجنبه على الدكه ده اذا ما كانش هيبدأ بيه، لكن ما ارجحش دي لان ايمن اشرف قصير شويه والناس دي بسم الله ما شاء الله يعني داخلين على المترين. قدامك في خط النص حمدي فتحي اللي هو بدوره هيرجع كاليبرو لما الكره تبقى معاهم ويزيد والكره معانا ان هو يقفل في خط نص الملعب. السولية والنني ومحمد صلاح وتريزيجيه وقدامهم مصطفى محمد، وده تشكيلنا اللي هنلعب بيه. ممكن نشوف اختلاف واحد في نص الملعب، هو مثلا يعني نشوف تريزيجيه مش موجود وبيتحط مكانه مرموش، ممكن نشوف مثلا النني مش موجود وبيبدأ مكانه نبيل عماد دونجا اللي هو ممكن يلعب الدور بتاع النني في الماتش ده، عشان حمدي فتحي هيتأخر شوية هو يكون بيشغل منطقة نص الملعب وبيقابل في نص الملعب، لكن النني أو دونجا أو السورية أو أي حد هيشارك بكرة طبعا كلنا تمام الثقة في الرجالة اللي معانا لماتش بكرة. طبعا هنبقى بنلعب بكرة إننا نوصل لأطول وقت ممكن ما يخشش في مرمانا هدف، وطبعا ده الاحتمال الأول، والاحتمال الثاني أو التفكير الثاني لنا إننا نقدر نخطف هدف من كرة ثابتة من هجمة مرتدة لاستغلال المهارات الفردية اللي عندنا وذكاء اللاعب المصري اللي طبعا مش موجود عند أفريقيا كلها أو عند اللاعب الأفريقي
اللاعب الافريقي لما بيطلع من المباراه خلاص كده مش هيخشها، طول وكل ما الوقت بيعدي وكل ما الوقت بيمر بالضغط بيبقى عليهم اكتر، وانت بترتاح وبتكسب ثقه اكتر. فكونك انك تعدي اول ربع ساعه اول ثلث ساعه ما جاش في مباراه هدف، فده بيديك انت الثقه وبيزود الضغط عليهم، والجمهور هيبدا يتضايق وهيبدا يزوم عليهم وهيبدا يبقى ضغط عليهم مش ضغط ليهم. يعني ان شاء الله يعني بكره نقدر اننا بالدفاع بتاعنا ونقدر اننا بحارسنا ولاعبتنا والمجموعه، احنا بندافع كمجموعه مش كافراد، ودفاع المجموعة ده دايما بيؤتي ثماره مع المنتخب المصري، وإن شاء الله نقدر نحافظ على نظافة شباكنا بكرة. تشكيلنا زي ما قلت، طريقتنا هتبقى زي ما كنا بنلعب هنا، ولكن حمدي فتحي هياخد أدوار كتير قوي في التأخر ما بين أدمين الدفاع، نظرا لعدم وجود عبد المنعم اللي كان أساسي والونش اللي هو الأساسي الثاني، وأنت بتلعب دلوقتي بقلبين دفاع جداد خالص. ياسر إبراهيم طبعا أدى ما عليه المباراة اللي فاتت وعمل مباراة كبيرة جدا بعد نزوله، وإن كان علي جبر أو ربيعة أو أيمن أشرف أو علاء أيا كان هيكون مين فيهم، وممكن بكرة يفاجئنا باتنين تانيين خالص في تشكيلته بكرة المباراة. طبعا متعودين على كوش إن هو دايما حاطط الثقة للعيبة بتاعته ودايما بيمدهم بالثقة، وموصل لعيبته انهم كلهم رقم واحد.